اسمع بون شوف جيب شوف لي جماعه تسمى لي اون دو جروب الحسبة الاحتضان الجزائر تنظيم الدورة 15 للألعاب العربية 2023 المسبح تنظيمها ابتداء من 5 إلى 15 جويلية الجاري. ونظرا لأهمية هذا الحدث الرياضي العربي، مصالح أمن ولاية الجزائر اتخذت التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة قبل أثناء وبعد من أجل إنجاح هذه المهمة وإعطاء صورة مشرفة لبلادنا من خلال ضمان المرافقات الأمنية للمنتخبات والوفود المشاركة وتأمين الإقامات وكذا تنقلاتهم وتأمين القاعات الرياضية والملاعب الفضاءات ونقاط تجمع ونقل المناصرين.